اتهامات كتير سمعناها في الفترة اللي فاتت إن محمد إمام بيقلد والده عادل إمام في مسلسل كوبرا، من الناس طلعوا اتكلموا على النقطة دي، وده اللي هنتكلم معاكوا فيه خلال الفيديو ده. بالتأكيد إن الناس ربطت هنا ما بين إن محمد إمام بيعمل حركات والده خلال أحداث المسلسل، وكمان ما بين القصة هنا بينها وبين فيلم المشبوه للنجم عادل إمام، وبين أفلام تانية كتير للنجم عادل إمام. وهنا الرد على كل الانتقادات دي هقوله من وجهة نظري خلال الفيديو. طبيعة جيناته طبعا لازم يكون بيعمل حركات والده، ودي حاجة لا إرادية، ودي حاجة ما يبقاش هو قصدها وما يبقاش هو مرتب لها. وطبعا دوت لو انت لاحظت، لو انت عندك ابن هتلاحظ ان ابنك بيعمل نفس حركاتك، ما بيبقاش مقصود مردود عليه بالطريقة دي. لكن كمان ان المسلسل في احداث من افلام سابقه للنجم عادل امام، ده مردود عليه برضو ان النجم عادل امام قدم كل انواع الاكشن كوميدي. فانت لو دورت هتلاقي ان عادل امام مغطي تصنيف دوت بطريقه كبيره جدا في اعماله، كتير اعماله اللي عدت 100 فيلم في السينما المصريه. فطبعا ما انت تعمل اي احداث هتتربط ما بينها وما بين احداث سابقه اتعملت في افلام عادل امام، لان فعلا عادل امام اسطوره وعادل امام نجم كبير. فبالتاكيد اي احداث هتكون معموله ان انت تقدر ان انت تقول ده شبه فيلم كذا او شبه فيلم كذا، من كتر ما هو عامل اعمال كبيره. لكن هنا كوبرا حقق نجاح جماهيري كبير جدا، وهنا بتكلم على جماهيري مش فني، لان في بعض المشاكل الفنيه اللي فيه، ودي ملهاش علاقه بان محمد امام بيعمل حركات ابوه، او ملهاش علاقه بان هي متشابهه مع افلام عادل امام. لكن هنا بتقدم قصة إلى حد ما كان ممكن تتعمل بشكل أحسن. كمان العبرة اللي عايزين يوصلوها بالنسبة للناس مش واضحة قوي، لأنه في الآخر هو حرامي. وهنا مقصود إن يتعمل تعاطف مع البطل، لكن طبعا الطريقة دي عفى عليها الزمن. المفروض إن الحرامي أو اللي عمل جريمة يتقدم إن هو فعلا ملوش مبرر اللي هو الدرامي اللي معمول، حتى إن هو عشان أخته هتتسجن. المعمول طبعا ضعيف جدا إن هو عشان أخته كانت هتتسجن فهو سرق البنك عشان ينقذها، طبعا ده مش مبرر درامي قوي. لكن هنا محمد إمام عامل نجاح كبير جدا. صحيح بالنسبة لي مش نفس النجاح هوجن والنمر، لكن مفهوم إن هو كان مستعجل، وإن المسلسل بدأ تصويره قبل رمضان بشهر واحد بس، والمسلسل كان 30 حلقة وتم تقليص حلقاته ل 15 حلقة. رغم ذلك المسلسل أحداثه سريعة جدا.